مناسبة طيبة جدا أن ألتقي بهذا الجمع الخير من الأخوان المتطوعين في عمليات التبرع في الدم والتسمية اللطيفة اللي سموها باللا طائفيين، وكانت حقيقة ملفتة للنظر، ولكن نحن بأمس الحاجة لإيصال هكذا رسائل في هذا الظرف الصعب إلى أبناء شعبنا الكريم. هذا التجمع المبارك من الإخوان الشباب اللي بدأوا بحملتهم التبرع بالدم دعما لقواتنا المسلحة دليل واضح على أنه الجيش هو جزء من الشعب العراقي، والجيش هو محل احترام وتقدير شعبنا العراقي الكريم. احنا نشكرهم على هذه المبادرة، نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وسنكون داعمين لهم في كل مبادراتهم المستقبلية. وجزيل الشكر والاحترام باسم وزارة الدفاع ومنتسبي وزارة الدفاع إلى كل المساهمين في دعم قواتنا المسلحة الباسلة. شكرا. مؤسسة اللاطائفين العراقيين اليوم موجودة في وزارة الدفاع للقيام بالحملة الثامنة أو الجزء الثامن من حملة دمي ضد الإرهاب. ومثل ما يعرف الجميع حملة دمي ضد الإرهاب انطلقت من قبل تقريبا أكثر من سنتين، وسوت حملات كبيرة في كل الأماكن المهمة في العراق، من ضمنها وزارة الدفاع اليوم. وزارة الدفاع اليوم هي عبارة، حملتنا في وزارة الدفاع هي عبارة عن رسالة مهمة جدا، أنه إحنا كشعب عراقي مترابطين مع جيشنا بكل قوتنا، لأن الجيش هو لا يقل أهمية عن أي جزء من أجزاء الحكومة العراقية والدولة العراقية. فوجودنا اليوم في هذا المكان هو رسالة واضحة للإرهاب والإرهابيين وكل الذين يتصيدون بالمال عكر أو يريدون زرع إسفينا بين الشعب والجيش. الجيش والشعب حالة واحدة.